في آخر أخبار عن قضية إعادة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب الكاميروني، خرج الصحفي عارف مشاكرة الذي أعلن من قبل أن اللقاء مرتب ويملك كل الأدلة التي تثبت رشوة الحكم الغامبي بكاري غاساما. نشر قبل قليل اليوم على صفحته الرسمية في الفيسبوك فيديو فيه 4 ثواني وكتب فيه 4 ثواني فقط لفتح الشهية. وكتب عارف مشاكرة أن هذا الفيديو يوجد فيه أكثر من 20 دقيقة صوت وصورة لتسليم الرشوة للحكم الغامبي بكاري غاساما. ونشر عارف مشاكرة أيضا صورة في مطعم باريس وكتب الموعد الأول للتفاهم كان يوم 26 مارس واستلام الغلة كان يوم 27 مارس. وقال عارف مشاكرة بأنه انتهى الوقت وأنه سيفضح الجميع وينشر جميع الفيديوهات التي تثبت رشوة الحكم بكاري غاساما بعد تجاهل الفيفا بقيادة انفنتينو طعن الجزائر المقدم لها من قبل. وهنا بدورك عزيزي المشاهد شاركنا برأيك في التعليقات ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد.